جميل الفرق ما بين انه كلمتين قديش ممكن يفتحوا جدل ويعلموا ناس او يذكروا ناس في اشياء، بينما ممكن جدارية طويلة عريضة بنمرق عليها اول مرة نطلع تاني مرة بعدين بتلاحظي انه خلص تختفي برغم انها موجودة. في الانتفاضة الاولى ما كان الهدف فني، هو كان اكتر وسيلة اتصال سياسي، وسيلة اتصال جماهيري، ما بتراعي الجماليات بقدر ما بتراعي إيصال المعلومة. اليوم مختلف تماما، إنه في جماليات في الرسم على الحيطان، وفي علاقة مع الفنان اللي معروف مين عمل هذا الجرافيتي. السنسل ما بحبوش بشكل عام لأنه بحسه لحد ما ممكن يكون تجاري، يعني تحط نفس الطبعة في أكثر من مكان. هذه لا بتضلها الوحدة يونيك، خلص في مكان واحد تتكررش، يعني أكتر فنية بحس هديك عشان تنشر فكرة أسرع في أماكن أكتر. تمام جميلة، وهاي بس عشان تكون لها مركزية لها شوية رونق. الشعب ما عم بيقدر يعبر عن حاله أو يوصل أفكاره في ظل قمع، فبالتالي رجعت الفكرة إنه في أفكار ما بتقدر تشاركها بشكل علني ومباشر من خلال القنوات التقليدية، تلفزيون أو جريدة أو أي وسيلة اتصال، فبالتالي رجعت الناس تكتب على الحيطان عشان توصل أفكارها. تصوريش عندي هون، سكر الشاشة سكرها. كون الحاجز هذا يعني من الحواجز اللي هي دايما عن جد بتصعب الحياة على الناس، ما كانش في عنا أطر الواحد ينمي مواهبه إلى آخره، فكنت مرات أرسم مرات أصمم وهيك شوي، يعني خلاني أتقرب شوي من موضوع التصميم. كمان يعني الجدار هون موجود، يعني اللي فاصل عائلات وبيوت وناس عن شغلها عن حياتها الطبيعية، فشفت انه ممكن انه هون يكون اقدر اوصل رسالة معينة. اذا الرسم على الجدار، جدار الفصل العنصري عشان يكون واضح شو هو، انه جدار عم نحكي عنه، والجدران اللي عندنا في المدينة انه هداك مش إلا بنفعش اتصالح معها بأي شكل. يعني من ناحيتي بعتبر انه لو حطيت عليه اي ضربة لون ممكن اكون متصالح معاه باحد مستويات الوعي، يعني مش وكي انا رافضه بس قابل بوجوده فعم بستعمله. لا انا بديش اقبل وجوده اصلا من حيث المبدأ، هذا مش الي، هذا ورم سرطاني ولازم نخلص منه. انا ضد فكرة انه تصيري انت تزاودي على اخلاق العالم في الشارع، حتى فكرة انه انا ثوري انتو لا، انا مع الاستقلال انتو لا، الى اخره. يعني بدون هاي العلاقة بين انه احنا وانتو، احنا الاكتيفس انتو مش اكتيفس الى اخره، يعني هي اكتر بتحاولي انت تعملي زي conversation في الشارع، يعني بعبر عن ناس مش ضمن المشروع هذا الوطن الجديد، بعبر عن ناس مهمشة لسه عم تتعامل بواقعها اليومي مع الاحتلال زي ما هو. كن مع الثورة لأنه أنا بآمن يعني بقوة الشعوب اللي هتغير.